ولم يتوقف مسلسل الحرب القذف على رسول الله حتى بعد موته. ومن ابرز هذه المراحل ما وقع في عام 557 من الهجرة. ما الذي حدث؟ تصور ان هؤلاء الخبثاء من المجرمين والحاقدين فكروا في ان يفجعوا المسلمين فجيعة نكراء بسرقة جسد النبي من قبره الشريف في عهد السلطان الصالح العابد محمود نور الدين زنكي. جند الخبثاء لهذه المهمة الخطيرة رجلين، فانطلق الرجلان الخبيثان الى المدينة ولبسا زي المسلمين واظهر الورع والعبادة واكثر النفقة على فقراء المدينة حتى احبهم اهل المدينة حبا جما. وهم في كل ليلة يحفرون سردابا تحت الارض من حجرة يسكنون فيها الى جوار المسجد النبوي، يحفرون سردابا ويأخذون التراب ويلقونه ويأخذان التراب ويلقى التراب في بئر ماء حتى لا ينتشر ولا يظهر الامر. وظل الخبيثان يحفران حتى وصل الى جدار الحجرة النبوية. وفي الليلة التي ضربوا فيها اول فأس في الحجرة النبوية الشريفة ابرقت السماء وارعدت برقا ورعدا شديدا. وفي هذه الليلة ذهب النبي في الرؤيا الى السلطان الصالح محمود نور الدين زنكي، واشار النبي الى السلطان، اشار له على رجلين اشقرين في الرؤيا، وقال له النبي: انقذني من هذين الرجلين يا محمود. فاستيقظ السلطان من نومه فزعا، فصلى، توضأ وصلى ما شاء الله له ان يصلي، ثم نام. فجاءه النبي في الرؤيا للمرة الثانية واشار على نفس الرجلين وقال: انقذني من هذين الرجلين يا محمود. فاستيقظ من نومه فزعا، فتوضأ وصلى لله ركعتين ثم نام. فجاءه النبي في الرؤيا للمرة الثالثة واشار على نفس الرجلين: انقذني من هذين الرجلين يا محمود. فاستيقظ السلطان فزعا وقال: والله لا نوم بعد الان. واستدعى وزيره الصالح التقي النقي الذي يقال له جمال الدين الموصلي واخبره بما قال. فقال له الوزير الصالح: اكتم خبر الرؤيا، اكتم ما رأيت ايها السلطان، وهي يخرج فورا الى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق السلطان على الفور وحمل اموالا طائلة ودخل الى المسجد النبوي، فصلى لله ركعتين وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس في الروضة الشريفة الكريمة يفكر ماذا يصنع. فقام السلطان، فقام الوزير الصالح جمال الدين الموصلي وقال: ايها الناس، لقد جاء السلطان الى مدينة رسول الله ليوزع اموالا على كل فقراء المدينة وليسلم على كل اغنيائها واشرافها واهلها. وعزم هذا الوزير على جميع الفقراء بالحضور وعلى جميع اهل المدينة بالمشيء للسلام على السلطان لينظر السلطان الى وجوه القوم لعله يجد الوجهين اللذين اشار عليهما الصادق صلى الله عليه وسلم. فجاء الفقراء وجاء الاشراف والاغنياء ولم يجد هذا السلطان هذين الوجهين. قال: لا ابدا. تفكروا وتدبروا. فقال احدهم: يا مولاي السلطان، لم يبق والله احد الا رجلين صالحين زاهدين قد شاور الحجرة النبوية الشريفة وهما من الاغنياء، لا يحتاجان صدقة ولا مالا من احد، بل هما يكثران الصدقة على فقراء المسلمين. فاستبشر السلطان خيرا وقال: علي بهما فورا. فجاء الرجلان فلما نظر اليهما بكى وقال: اللهم صل على محمد. هما والله هما، هما والله هما. اين منزلكما؟
فأخذ السلطان وذهب السلطان بنفسه إلى المنزل، فظل يدور في البيت في شبر شبر في المنزل، فلم يرى شيئا إلا مصحفين وكتبا في الرقائق وأموالا طائلة. فتعجب الرجل وظل ينبش في كل شيء، وفي غرفة رأى حصيرا فرفع الحصير فوجد سردابا يمتد إلى القبر الشريف فنزل فيه، وظل يمشي في السرداب حتى وصل إلى جدار الحجرة النبوية الشريفة، ففزع الناس فزعا شديدا، وأمر السلطان بقتل هذين الرجلين على باب الحجرة النبوية وهو يبكي لما اختصه الله من هذا الشرف العظيم. هذه الحادثة ثابتة في كل كتب التاريخ التي أرخت للمدينة النبوية الطاهرة.